السلام عليكم. ربما تساءلت من قبل عن أقصى سرعة بلغها الإنسان. حسنا، أظهرت الأبحاث أن البشر يمكنهم الركض بسرعة تصل إلى 40 ميلا في الساعة، ولكن متوسط سرعة السباق تبلغ 13 ميلا في الساعة، وهذه السرعة ليست كافية للفوز بأحد السباقات مع أسرع الحيوانات في العالم. وفي عالم البرية تعتبر السرعة ضرورية للبقاء على قيد الحياة، لأن المفترس يجب أن يكون أسرع بكثير من فريسته، وبدون هذا سيموت من الجوع، ويجب أيضا أن تكون الفريسة سريعة للغاية، وإلا ستقع وجبة ثمينة لغيرها من الأقوياء. بالإضافة إلى أن الحيوانات البطيئة يجب أن تكون أذكى بما يكفي للهروب من الحيوانات المفترسة. لهذا في مقطع اليوم سنعرض لكم أسرع 10 حيوانات على هذا الكوكب. عاشرا، الأسد. تبلغ سرعته القصوى 50 ميلا في الساعة، أي قرابة 80 كيلومتر في الساعة، ويعتبر حيوان اجتماعي للغاية لكونه يعيش وسط مجموعة من الأسود يتراوح عددهم بين 15 إلى 40 عضوا، وهم يساعدوه في عملية الصيد، ما يزيد من معدل نجاح المطاردات. ويمكن للأسد الركض بسرعة 50 كيلومتر في الساعة، ولكنه أيضا يفضل الحفاظ على هذه السرعة في المسافات القصيرة. تاسعا، حيوان النو. يعرف أيضا باسم حيوان الثيتل الأفريقي. تبلغ سرعته القصوى 50 ميلا في الساعة، وهذه الحيوانات البرية الزرقاء من فصيلة الثدييات التي تأكل العشب، وموطنها في جنوب وشرق أفريقيا، يبلغ ارتفاعها نحو 1.3 متر، وتتميز بالسرعة نظرا لأكتافها وأرجلها القوية. حركتها السريعة تساعدها في البحث على ملاجئ من الحيوانات المفترسة، وأيضا تسهل الهجرة التي عادة ما تقوم بها في مجموعات للانتقال من الأراضي الجافة إلى الأراضي الرطبة والبحث عن العجب. خيول كوارتر. تصل سرعتها إلى 55 ميلا في الساعة، أي 88 كيلومتر في الساعة، وتعتبر من أقدم سلالات الخيول في الولايات المتحدة الأمريكية. تتميز بالخفة في الحركة، ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم لتفوقها على قطع مسافة الربع ميل مقارنة مع السلالات الأخرى، لأن كلمة كوارتر تعني ربع، وتفوق أيضا عدة سلالات عربية، ونستنتج من اسمها أنها لا تستطيع الحفاظ على سرعتها في المسافات البعيدة، ولكن لا يوجد أي سلالة مثلها في المسافات القصيرة. سابعا، القوقز. يطلق عليها بالإنجليزية اسم سبرينغ بوك. تبلغ سرعتها نحو 55 ميلا في الساعة، وتتميز بسرعة كبيرة ومنحنياتها الحادة أثناء الركض، وتستطيع القفز لمسافات عالية تصل إلى 13 قدما في الهواء، أي قرابة 4 أمتار، وهي من فصيلة الظباء، وينتمون إلى قبيلة الغزال، وتتواجد في جنوب أفريقيا، ومصدر اسمها يتكون من اللغة الأفريقية والهولندية، لا سيما أن كلمة سبرينغ تعني القفز وبوك تعني الظباء، ولا يتميزون بقدرتهم على تحمل المسافات الطويلة. سادسا، الظبي الأمريكي. سرعته القصوى تصل إلى 61 ميلا في الساعة، ويعيش في أمريكا الشمالية. يمكنه الركض لمسافات طويلة، وعلى عكس الحيوانات السريعة الأخرى، هذه الظباء يمكنها السفر لمسافات بعيدة بدون الشعر بالتعب. يصل ارتفاعها إلى 3 أقدام، أي قرابة 1 متر، وبفضل أقدامها القوية وأكتافها تستطيع الهجرة إلى أماكن أخرى ولمسافة تصل إلى 482 كيلومتر. خامسا، مارلين شراعي. يطلق عليها اسم سمكة الزعنفة الشراعية. تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، أي 112 كيلومتر في الساعة. اختلف الكثيرون فيما يتعلق بأسرع حيوان في المحيط، وقال بعض الباحثين إن سمكة المارلين هي الأسرع، بينما يؤكد آخرون أن سمكة المارلين الأسود يمكنها أن تصل إلى نفس السرعة. وتتميز سمكة الزعنفة الشراعية بزعانف على الظهر بارزة جدا، وعادة ما يكون لونها أزرق مائل للرمادي مع وجود لون أبيض في الأسفل. وبالإضافة إلى سرعتها العالية، تتميز بأنها تأكل الأسماك الصغيرة مثل السردين. رابعا، الفهد. تصل سرعته القصوى إلى 75 ميلا في الساعة، أي قرابة 120 كيلومتر في الساعة، ويعتبر أسرع حيوانا على الأرض. مطاردته للفريسة تحقق نجاحا كبيرا في غضون 40 إلى 60 ثانية، وتستفيد الفهود من ذيولها للتوجيه في الاتجاه الصحيح للركض. ويجب أن تكون فريسة الفهد الذكية وتقوم بعدة مراوغات للهروب منه، وعادة ما تحاول الفهود اصطياد الغزلان فريسة لها، وجسم الفهد المرن يساعده في الركض بشكل سريع. ثالثا، أوزة أبو قرن.
تبلغ سرعته القصوى 88 ميلا في الساعة أي 141 كيلومتر في الساعة. وتعتبر هذه الفصيلة أكبر أوزة أصلية تتواجد في جنوب أفريقيا، يبلغ طولها نحو 40 إنش وتزن قرابة 8 كيلوغرام. يمكنه الطيران بسرعة 88 ميلا في الساعة، وتتواجد بشكل أساسي في الأراضي الرطبة على ضفاف الأنهار والبحيرات، وتقوم بالهجرة لمسافة طويلة وتقطع مئات الكيلومترات في المواسم المختلفة. النسر الذهبي تصل سرعته القصوى إلى 200 ميلا في الساعة، ويعتبر الثاني أسرع مخلوق على وجه الأرض، ويشتهر بارتفاعه الكبير وسرعته الرائعة أثناء الانقضاض على فريسته. وبفضل مخالبه الحادة وسرعته المذهلة ينجح في اصطياد فرائسه بسهولة تامة. أولا الشاهين، تصل سرعته القصوى إلى 240 ميلا أي 386 كيلومتر في الساعة، ويعتبر أسرع حيوان على الإطلاق وأسرع طائر على هذا الكوكب. يعتبر من الطيور الذكية في اصطياد فرائسها، ويتغذى دائما على الطيور الأخرى، ويمكنه أكل الزواحف أو الحيوانات الصغيرة والحشرات. في النهاية شارك معنا في التعليقات، هل تعتقد أن هناك حيوان آخر أسرع من هذه الحيوانات؟ إن أعجبك هذا الفيديو قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا كي نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.